زوار كلاش تي في، سلام الله عليكم. كاين شي فلوس ولا والو؟ واش نتوما من زبائن البنوك وكتستعملوا البطاقه البنكيه يعني لا كارت كيشي؟ الا كنتي كتستعمل هذه او هذه او هذه او هذه او هذه، لازم تشوف هذا الفيديو باش ما تصيدش وتمشي كفته بحال عدد من الضحايا في المغرب. انا محمد البودالي، صحفي مهني، ودوري هو نساهم في توعيه المواطن وفضح الفساد والخارجين عن القانون. واللي مازال ما تابونا معنا في لاشين، يدير اشتراك للقناه مع تفعيل زر الجرس ويبارطاجي هذا الفيديو باش تشجعوا الاعلام الهادف، وفي نفس الوقت تساهموا في تعميم الفائده. اخر الاخبار كتقول ان اموال الناس اللي كيستعملوا البطاقه البنكيه اصبحت في خطر. مجموعه من الناس تعرضت الحسابات البنكيه ديالهم للقرصنه في الاونه الاخيره من طرف مجموعه من منعدمي الضمير، واللي الناس ديال البوليس خدامين عليهم وباغيين يوصلوا ليهم في اقرب وقت. كيفاش هاد القضيه؟ اسيدي، هاد القراصنه كيلصقوا واحد العيبه في الشبابيك البنكيه يعني لي كيشي، وهاد العيبه اللي هي عباره عن اله متطوره كتسرق ليهم القن السري، زعما الكود اللي كيدخلوه باش يشيريو فلوسهم. وغير انت كتمشي كيتوصلوا بجميع المعلومات السريه والحساسه المتعلقه بالبطاقه البنكيه والحساب ديالك في البنك اللي كتعامل معها، وكيبداو يشريو اللي بغاو على حسابك ويشيريو الفلوس من رزقك في البنك ويتبرعوا مزيان على ظهرك وانت ما جايب خبار، حتى كيخليو ليك زيرو درهم في الكون. بحال هاد المواطنه مثلا، ما كاين لا ديك لاكارت، لا لاكارت في جيبي، و11 12 13 14 15 كنت في الدار، كنت في الدار، كنت نعس حداكو، لاكارت ما تنزلش من جيبي، واللي بيز راه مشى طال الناظور، بيمشي طال الناظور ويرجع في نهارو، راه مهزوزة الفلوس من الناظور، ومهزوزة من أكادير، ومهزوزة من عين سبع، راه 17 من 11 دور 17، هو تيهز كونو تيهز 6000 درهم. راه ما طلعتيش للفوق، شوف الفوق تارقة، راه تا 17 هو تيهز، ماشي 5 ايام، راه 7 ايام هو تيهز، كل نهار تيهز 6000 درهم، كل نهار كيهز ليا 6000 درهم. هاديك اللي ما مكتوباش فيها قالك ما طلعت اليومش من البلاصة. دابا عاد درت الديكلاراسيون لكازا باش يصيفطو ليا الريفي ديال كازا، باش يعطيوني الحق يشوفو الكاميرا، هادشي اللي كاين. بعد ما نزل لاكارت هذاك الشيء مشى بهذاك الابليكاسيون الجديدة اللي قالوا لك وراو عليها حتى في البنكة، قال لك تيري وتيتبعك شي حد، تيدير واحد الماكينة تيهز الرقم من البطاقة ديالتك وتيخدم بها. هادشي اللي كاين. المهم طلعت عند الوالي ديال الولاية، المدير ديال الولاية الكبير، قال لي يا سيري ديري دعوة بالبنكة، انت حطاهم عند البنكة ماشي كانوا في جيبك وهزوهم ليك، سيري ديري دعوة بالبنكة، دابا تنستنى درو الفيجيني، درو الفيلي غادي يجي من كازا هو اللي غادي يخليني نطلع عند الولي وكيل الملك، وديك الساعة غادي يشوفو شنو يدير وندير بيهم دعوة. هادشي اللي كاين. كلشي تيقول لي راه من دي حتى فلوس كرا مخلص عليهم لا صورانس، داكشي اللي كيقطعو لا مخلص عليهم لا صورانس، راه غادي يردو لي فلوسك، وحنا عند الله. هز 39.4 مليون قل بنك المغرب، واللي هو المسؤول على جميع البنوك المغربية وكيتحكم في كل صغيرة وكبيرة من عملهم وأعمالهم ومعاملاتهم، قال في آخر بلاغ ليه أنه توصل بتحذير من المديرية العامة للأمن الوطني اللي كيقودها عبد اللطيف الحموشي من عمليات نصب بطريقة خطيرة اسمها سكيمينغ. وهذه القضية ديال سكيمينغ هي عبارة عن عملية لسرقة معلومات البطاقة الائتمانية عن طريق تثبيت بعض الأجهزة على الشباك الآلي يعني الكيشي. وهذه الطريقة كتمكن هذه العصابات الإجرامية من سرقة الكود السري الخاص بالبطاقة وكذلك جميع الأرقام اللي مكتوبة على هذه البطاقة. المشكلة دابا أن هذه البنوك كانت ناعسة وما جايبة للدنيا أخبار حتى توصلات بهذه المعلومات اللي جاية من إدارة الأمن. عاد فاقش من القلبة وناضت كتفكر باش دير شي إجراءات تحمي أمن المواطن وأمواله من عمليات القرصنة. بنك المغرب وبناء على إخبارية مديرية الأمن الوطني طلب من جميع البنوك المغربية باش تاخذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة من أجل حماية أموال المغاربة من القرصنة. نصيحتي الأخوية للناس اللي مازال كتستعمل البطاقة البنكية يعني
الكارد كيشي. اللي بغى يشري الفلوس يمشي للوكاله مباشره، يعني لاجونس ديالو، ويسحب داكشي اللي بغى بلا كارت ناسيونال ماشي بالكارد كيشي. القضيه كتشكل خطر حقيقي على رزق المواطن، واي واحد يقدر يكون ضحيه لهذه العصابات الاجراميه. داكشي علاش كنقول لكم خاصكم توقفوا في الوقت الراهن عمليه السحب عن طريق البطاقه البنكيه، على الاقل في الوقت الحالي الى حين خروج بنك المغرب ببلاغ يطمئن المواطنين ويقدم توضيحات جديده كتبين انهم لقوا حل نهائي ومضمون لحمايه حسابات المغاربه في البنوك. المعلومات اللي توصلنا بها ايضا كتقول ان المصالح الامنيه لقات العديد من الالات المتطوره في عدد من الشبابيك البنكيه، ودابا كدير ابحاث معمقه بتنسيق مع الفرق المختصه في الجريمه الالكترونيه والمعلوماتيه باش توصل في اقرب وقت لهاد المتورطين وتقدمهم امام العداله. ولعلمكم هذه العمليه كتستهدف مجموعه من البنوك المغربيه وجميع الابناك مهدده، وكذلك كل الحسابات البنكيه للمغاربه اصبحت في خطر. دابا السؤال المطروح هو واش هاد الابناك ناعسه ولا كيفاش؟ واش الكيشي عندها ولا حسابها ولا ضمانتها؟ وكل نهار كيعمروا فيها الفلوس، وكل ساعه كيخرج موظف من لاجونس وكيقلبها، وما عاقوش نهائيا بهذا الفيلم. وكتقول مديريه الامن الوطني ان هاد عمليه النصب طيحات بزاف ديال الناس، واخا المديريه كتقوم بالواجب ديالها باش توصل لعناصر هذا التنظيم الاجرامي اللي كيعيش من فلوس الناس، فانها ايضا طالبات بنك المغرب باش يهضر مع جميع البنوك من اجل القيام بما يلزم من اجراءات واحتياطات لحمايه زبائنها من القرصنه. يعني بامكان هذه البنوك تلجا لشركات متطوره وتوريها كيفاش تقضي على هذه العمليات الاجراميه وتخلي المغاربه يشعروا بالامان على اموالهم المودعه في البنوك. وهذا الشيء ماشي صعيب على البنوك المغربيه اللي كتحقق سنويا ارباح بمئات الملايير من الدراهم. وإلى المواطن المغربي فقد الثقه ديالو في البنوك ما غاديش نهائيا يبقى يحط فلوسه عندهم، وهنا غادي تكون اضرار وخيمه ماشي غير على البنوك بوحدها ولكن على الاقتصاد الوطني باكمله. فعلا الابناك عرفات في الاونه الاخيره واحد التطور كبير، ولكن مازال كتعاني من بزاف ديال الاختلالات، وهذا الشيء اللي خلى ملك البلاد محمد السادس شخصيا يهضر في هذا الموضوع في احد اخر خطاباته، واللي قال فيه هو ما يتطلب من الابناك مواصله الجهود باستثمار التكنولوجيات الحديثه والابتكارات المالية من أجل توسيع قاعدة المغاربة الذين يلجون للخدمات المصرفية والتمويلية بما يخدم مصالح الطرفين بشكل متوازن ومنصف ويساهم في عملية التنمية. وبالنسبة للناس اللي مازال ما شافوش بعض الضحايا، غادي نشوفوا معايا الآن واحد الفيديو ديال مواطن اكتشف هذه العملية وصورها بهاتفه المحمول ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي لكل غاية مفيدة. هذا ما كانش، ما تصورش شي حاجة غير تحطات. هذا الشيء راه كاين الناس اللي داروا في الفيسبوك على أن تيحطوا هذه المسألة باش يسجلوا كارت مانيتيك بها تعاود تتكون هنايا وهذا براسو الكلافي اللي تيقبط الكود. ايوا دابا هانتي اذا هانتي كتشوفي هادشي كيفاش مصوره وكيفاش دايرين. اذا جيبي عيطي للسيكوريتي حضر شوفي شكون اللي حط هادشي، واش هو تتحدى ولا ما تتحداش؟ هذا ما كانش، ناقصه شي حاجه غير تحطات. هادشي راه كاين الناس اللي كاين. فوالا ديتكسيون دو لابيس. إلا إيتي ديتكتي على لاجونس باب توكالا. سي بون؟ سي بون. المهم اخويا اش نقول لكم، احنا دابا فاش فاتح بغينا نتيريو شي فلوس لقينا هادي محطوطة فوق حتى هنايا، ها انتوما شوف لقيناها محطوطة حدا حتى فاش حيدناها كيبانت شي فشك كيبان كيفاش خشي لاكارت كتعكس لها، فاش حيدناها شنو شنو لقينا؟ ها انتوما شوف الكارت ميموار والكاميرا هنايا، ها انتوما شوف كتشوفي ها نتوما ثاني وحده ثاني وحده هاي محليه هاي حدا
لا بيلفي كارفور ديال الزوبير. الاولى كانت في حاج فاتح، ها نتوما الاولى في حاج فاتح، الثانيه هي كاينه هنايا. كان معكم محمد البودالي من قناة كلاش تيفي. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس لكي تتوصلوا دائما بالجديد. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى حلقة أخرى بإذن الله.